وربنا يعني درس النهارده سويسرا عملته، درس لينا اي حد بيحب الكوره. اولا المنتخب السويسري اللي بيتقدم على المنتخب الانجليزي، ودي رساله يعني انا مش خايف، بالعكس انه راح. يعني لو انا قلت لك قول لي اسامي ثلاث لعيبه في منتخب مثلا المنتخب السويسري، مش هتعرف، مش هتعرف تقول لي مين هم. لكن المنتخب الانجليزي ممكن تقول لي هم والاحتياطي ودكه البدلاء وكل حاجه تتكلم فيها. فالمنتخب السويسري بيقول لنا وبيأكد اللي عمله المنتخب المغربي، اللي هو ان الكره ما عادش فيها فوارق، ما عادش عندك 11 ميسي، ما عادش عندك 20 كريستيانو، ما هي الكره ما عادش هي كده، كل فتره يطلع لك واحد موهبه بس اللي يبقى عنده. لكن 11 راجل في الملعب واقفين صح، في انتشار صح تحت الكره، ازاي بيزيدوا، ازاي في تكتيك بيتلعب، في طريقه بتنفذ، في ناس مش خايفه من ناس قدامها، في ناس بتلعب لعبها غصب عن اي حد. فده اللي عمله النهارده المنتخب السويسري، اللي بنحييه، اللي كان قاب قوسين انه ممكن يبقى في نصف النهائي. لكن يعني برضو انا بقول ايه، نقص خبرات، يعني انا بقول نقص خبره شويه هو اللي السبب في الموضوع ده. لكن بحييهم ونقول لهم عملوا جيم ولا اروع، بالعكس كخطوره كفرص هم والله العظيم هم، لكن مش حريفه للاسف الشديد، مش للعيبه بقى، مش للعيبه زي اللعيبه اللي ممكن يجي له موقف لاعب على لاعب يعرف يتصرف فيه، او في بعض المواقف في الاماكن في الملعب تقدر تنهي الكره بطريقه معينه. هي دي المشكله بقى في الاحتراف. فالعيال دي لو كان عندهم فرود صح، لا انا خلاص مع احترام بغض النظر الفرود اللي جاب الجول النهارده الهدف الاولاني، لا، لكن المنتخب السويسري منتخب يحترم، ومنتخب فعلا نرفع له زي ما بيقول نرفع له القبعه على الاداء اللي عمله النهارده. المنتخب السويسري بيدافع ازاي؟ بيهاجم بكثافه، يعني شوف الهدف الاولاني انت العشر لعيبه في الثلث الاخير من ملعب انجلترا، يعني بيزيدوا بكثافه، ولما الكره بتنقطع ازاي كلهم بيرتدوا وبيلعبوا بخمسه، وساعات بيدافعوا بسته 3 واحد على ال 18 ومقللين المساحات. فكان المنتخب الانجليزي النهارده مش موجود. ولو خدتوا بالكم كمان يا جماعه في نقطه عايز اتكلم فيها، ان المنتخب الانجليزي انت بتتكلم على بلينجهام، بتتكلم على النهارده يمكن ساكا الوحيد اللي كنا اللي سمعنا اسمه وجاب هدف جميل، هدف يمكن عشان بس اتاخروا في الضغط عليه، هو لعيب قرار، اللعيب قرار يا جماعه، ازاي يستغل الفرص، ازاي يستغل خطا الخصم، وهو ده اللي عمله ساكا في الهدف الاولاني للمنتخب الانجليزي. المباراه انا شايف المنتخب الانجليزي هيقابل المنتخب الهولندي، انا بتوقع المنتخب الهولندي برضو يفوز على كرواتيا، على تركيا. البطوله طبعا نصف النهائي خلاص عرفنا، فرنسا اسبانيا انجلترا، والماتش حاليا لسه هيبدا اهو بين هولندا وتركيا. درس قلنا عليه من سويسرا، شفنا النهارده بلينجهام مش موجود، فودن اللي مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي مش موجود، كين قاعد بيمثل عمال شغال شغل الدوري المصري، عمال كل شويه بالانس عايز ضرب الجزاء. لكن مين ما شفناش، يعني ما شفناش النهارده حد يذكر النهارده، يعني احنا لو اتكلمنا النهارده حتى بالمر لما نزل مش الشغل اللي متعودين عليه نعمله بالمالمر، عمل تغييرات كبيره جدا وغير لعيبه، لكن ما شفناش اداء قوي او نقدر نقول ضغط. يا جماعه انت بتتكلم في فرقه مش ممكن، ده فرقه عندك ارنولد بره، عندك بالمر، عندك اسامي مش ممكن في الدوري الانجليزي، عندك يعني انت بتتكلم في اسامي جامده جدا، ومع ذلك ما شفناش كوره الكره الانجليزيه او الاسامي دي اللي احنا متوقعين انها تديك مردود قوي، لا ما شفناش حاجه. فالنهارده بنقول هارد لك للمنتخب السويسري. المنتخب الانجليزي هيقابل المنتخب الهولندي، وانا اعتقد ان النهائي هيبقى هولندا واسبانيا، واتمنى اسبانيا تبقى تشيل البطوله بصراحه، يعني عاملين جيم عالي جدا من بدايه البطوله على الرغم من الغيابات، بقى انت بتتكلم بدري وكارفاخال وموراتا، يعني عندهم غيابات مؤثره، لكن انا بقول لا عندهم بدايل. وغير كده ما شفناش المنتخب الفرنسي اللي يخوف، يعني انا عن نفسي الى الان ما شفتش المنتخب الفرنسي، يمكن لسه ما وصلش. لكن المنتخب الانجليزي بيفوز، بس انا حبيت اتكلم على المنتخب السويسري. اوعى بقى تقول لي القيمه التسويقيه هنا كام والقيمه التسويقيه هنا كام، مفيش الكلام ده. الكرة ما تعرفش القيمة التسويقية هنا كام، ما تعرفش القيمة التسويقية هنا كام. الكرة تعرف العرق، الكرة تعرف المجهود، الكرة تعرف ان انا ما اخافش منك، الكرة تعرف لما الكرة معايا بتصرف فيها ازاي، ولما بفقدها بلعب وانتشار في الملعب ازاي. ده اللي النهارده اللي عمله المنتخب السويسري.
ازاي ادى الكوره الكوره ما عادتش بالاستحواذ. خلي بالكم يعني هتلاقي الاحصائيات هتلاقي 2 مليون لمسه لانجلترا وممكن 200 300 لمسه للمنتخب السويسري، لكن مش باللمسات، بالفاعليه، بالكره الجماليه، بالفاعليه، بالجول. جبت الكوره في عملت كام فرصه، عملت 3 مليون لمسه دول انت وصلت كام مره، انت هديت المرمى السويسري ده كام مره. يعني انت النهارده لو بصيت لمدرب المنتخب السويسري تحله بتاع محل ساعات، فاهمني؟ لكن اللعيبه واقفين مش خايفين، وده اهم درس، ان ما عادش حد خايف، ان الكره بقت شبه بعضها، ان اللعيبه كلها ممكن انت تنزل تكسب، انت ممكن تنزل تكسب اي حد، ما عادش في مواهب، ما عادش في فراوده، الكره بقى شكلها كئيب. يمكن التيكي تاكا بس الكره السريعه دلوقتي اللي بتخلينا نشوف كوره، لكن المنتخب السويسري عمل جيم عالي جدا، كان ممكن في وقت من الاوقات حتى الاشواط الاضافيه والله وصل وكان قريب، لكن الخبرات بقى، اللمسه، الموهبه، هي دي بقى اللي ما ينفعش تدرسها، هي دي اللي ما ينفعش ان انا ايه يعني ادالك حقن او ادالك بالكورسات، لا، في فرق موهبه انت ربانيه بتتخلق فيك. يعني زي ساكا، شفت اللعيب ازاي؟ لا فرصه شاط، هما لو جات لهم اكتر من فرصه لكن ما بيعرفوش يلعبوها دي بقى، ما يعرفوش ينهوا الهجمه. لكن المنتخب السويسري عمل جيم عالي جدا، كان قاب قوسين او ادنى انه يوصل لقيمه تسويقيه 2 مليار كام؟ 2 مليار دولار على 2 مليون جنيه، يعني انت بتتكلم في النهارده فرق كبير جدا. لكن الكوره ما عادش فيها ايه؟ ما عادش فيها فوارق، ركزوا معايا، ما عادش فيها فرق، انتشارك، وقفتك، تحولات الكره لما كانت بتبقى معاك ازاي على المنتخب السويسري بره كان سريع جدا في التحولات، على عكس المنتخب الانجليزي. المنتخب الانجليزي بطيء، لازال بطيء، لازال مش دي الكره الانجليزيه يا جماعه. يا جماعه انت بتتكلم في بلينجهام يا جماعه، بتتكلم في ساكا، بتتكلم في كين، بتتكلم في مين تاني كمان يا جماعه في الشمال؟ فودن، النهار اسوخ، الاسامي دي يكفي الرباعي ده يكسر الدنيا، يكسر الدنيا. لكن مفيش، انت ما شفتش اي حاجه، ما شفتش اي حد يذكر، يمكن الوحيد النهارده كان ساكا بس. لكن وضربات الجزاء، انا بقول خلاص ضربات الجزاء طالما انت وصلت فانت محظوظ برضه، وخبرات برضه، في لعيب اعصابها هاديه بتركن، في لعيبه بتخاف، لكن لازم نتكلم على ان بيكفورد حارس كبير وعامل بطوله حلوه جدا مع المنتخب الانجليزي. اذا عجبك الفيديو لايك وشير وكومنت، لازم تشير الفيديو ولازم الكومنت، وسلام.